طاقة، إنه علم الفينغ شوي الذي يحول الطاقة السلبية في الأماكن إلى طاقة إيجابية. خلينا نتعرف مشاهدينا أكثر على علم طاقة المكان، ونرحب بالمهندس عبد الرؤوف القصار، استشاري ومحاضر بعلم طاقة المكان الفينغ شوي. صباح الخير. يسعد صباحكم. بداية، شو هو مفهوم طاقة المكان أو اللي بنسميه بالفينغ شوي؟ الفينغ شوي هي تعني باللغة الصينية هي المياه والرياح، والمبدأ هي العنصرين هن أكثر شيء معتمدين بالمبادئ تبع الفينغ شوي. طبعا الفينغ شوي هو بيدرس الانسجام نحن مع الأرض عن طريق التصميم المعماري والديكور الداخلي. طاقة المكان هو علم بدأ الاهتمام فيه بشكل كتير كبير بالمئة عام القادم اللي مرقت، واهتموا فيه بشكل أكبر، وصار يرتبط بباقي العلوم مثل الفيزياء الكمية ومثل التصميم المعماري والهندسة الديكور. جميل. نحن بالفعل